النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أهل الجنة جرد مرد كحل. لا يفنى شبابهم، ماكو فناء الشباب، شباب مستمر. ولا تبلى ثيابهم، حتى ثوبك ما يعتق بعد، لا تحتاج خياط ولا. وهم أبناء الثلاثين أو 33، يعني هذا هو الريحان الشباب، هذا السن. أبو العشرينات بعد أوائل الشباب، مو ناضج شبابه. أبو الأربعين صاير تايخ شبابه بعد، بس أبو الثلاثين هو الذروة، ذروة الشباب، ريعان الشباب بالثلاثين. فأعمارهم تبقى هاي، شبابهم ما يفنى، ثيابهم هم ما تبلى، دائما همج. زين، جرد، النبي يقول جرد مرد كحل. الجرد يعني ماكو شعر على أبدانهم، أجرد. هسه إما ماكو شعر لأن الشعر يزول، أو لأن نورانية الأبدان، لأن أبدان أهل الجنة نور تطغى على الشعر، وربما لعدم وجود الحاجة، لأن الشعر والظفر ذن الأشياء اللي زائدة في بدن الإنسان، هو عبارة عن طعام وغذاء زائد ما يحتاج الجسم. فشنو يتبدل؟ إلى شعر، يتبدل إلى ظفر. هذا طبيا وعلميا هالشكل يقول. بالآخرة الأبدان ماكو بيها فرد شيء زايد، شيء زايد ماكو، كله ينتفع من الجسم، بعد ما يحتاج إلى شعر. طبعا هسه اللي يريد شعر ينطوه شعر، لأن فيها ما تشتهي الأنفس، بس هي كطبيعة لأهل الجنة شعر ماكو، لا رجالها ولا نسائها. طبعا ما عدا الرأس، مو هاي تصور الرأس. زين، مرد يعني شنو؟ جرد مرد، مرد يعني شعر بوجوههم ماكو. طبعا هذا إلى فرد شأن في زيادة اللذة، إلى مدخلية كبيرة. الكحل يعني في أعلى جفونهم سواد كسواد الكحل من دون اكتحال، ما متكحلينهم، بس هي جفونهم بيجسر. فالإنسان يكون في ريعان شبابه، جسم في ريان أجرد، وعيونهم بشكل بارز وجميل، دول أهل الجنة حسب وصف النبي صلى الله عليه وسلم.